أستاذ حسام، إحنا بالنسبة لنا تظاهراتنا مو اليوم وحتى مو في ثورة تشرين، قبل ثورة تشرين صار سنوات تظاهرات تطالب بحقوق حقة ومشروعة، وأغلب الأجهزة الأمنية استخبارات أمن وطني داخلية كلها تعرف بدقائق الأمور، وأنا حاجيها مرارا وتكرارا، أتحدى كبير المفسدين وصغيرهم، أتحدى واتحدى الدول الداعمة لدول المفسدين اللي يحكمون العراق اليوم أن يثبتون بالدليل، أن يثبتون أني أو المتظاهرين اللي إحنا جايين نظاهر التنظيم وسلمية وقرارنا وطني بحث، مستلمين ربع دينار أو توجيه إن من أي شخصية أو من أي جهة، أتحداهم. كل ما في الأمر إحنا تظاهراتنا سلمية منضبطة، ما موجود فيها مندس، ما إلها دفع. بعد الأنبار وين رايد تروح أنت؟ بعد الأنبار وين راح تتوجه؟ ممكن تروح جرف الصخر مثلا قريبة عليك بالحلة؟ لا العزيز خلي أكمل لك الحلة. فإحنا بالنسبة إن من شافه وماكو إن واحد يأثر على قرارنا يمنعنا، متى ما شئنا نتظاهر، متى ما شئنا نتوقف، متى ما رأينا المطلب الفلاني ملح وضروري نتظاهر عليه، وغيرنا أسلوب التظاهر، ما أبقى أنا صيح بس بالساحة والحلبوسي وغير الحلبوسي والخنجر وعدنان فيحان وسائرون يضحكون علي قاعدين بالقصور وأنا بالساحات وبس ويا القوات الأمنية، غيرنا هذا الأسلوب لأن شفناه ما بي فائدة. فبدينا نتظاهر على مركز القرار، مركز القرار وين؟ في بغداد، توجهنا لبغداد، من منعنا؟ وين توجهنا؟ نظامنا لبيوتهم، قبل لا نتوجه لبيوتهم بعثنا لهم رسائل عن طريق الأجهزة الأمنية، احنا عندنا مطالب وصار أكثر من سنة وما تحققت والناس جوعانة وعطشانة وبدون كهرباء، هاي كنوابنا، ما موجود الحلبوسي خارج القضية. فيا أعضاء مجلس النواب حققوا هاي المطالب، ورحنا بوفود المنازلهم، ترجيناهم ماكو، بدينا نتظاهر بس الناس الجوع، البطاقه التموينيه واضح، بطل الزيت صار واضح. سيد ضرغام انا بس دا اسالك الخطوه الجايه وين راح تظاهرون؟ الانبار خلصت، انت ما خليتني ولا فكره اكملها. انا منطيك كل الوقت لك، وفكرتك كانت واضحه بالنسبه لي، عندك شيء تضيفه تفضل. احنا جاي نتهم والاتهامات اللي جاي تتوجه انه حفاظا على الحلبوسي وغير الحلبوسي من السياسيين والشعب، ما حد مهتم له. من تطلع الشعب، من يطلع يطالب بحقه وبصوره صحيحه تصب عليه كيل الاتهامات، اذا تبقى ساكت وشي صرح عليك الحلبوسي شي انه يفعل الحلبوسي لازم انت تسكت خلص ما تحكي، واذا حكيت تتهم. احنا هاي الاتهامات ما راح تزيدنا الا اصرار وعزيمه. زين، اريد اقول للناس اللي يتهموننا، اذا تريدون احنا هدفنا المطالب، حققوا لنا المطالب، ما راح احد يوصل للحلبوسي. وقضيه ثانيه، خلي الحلبوسي ينطينا موافقه وين هي كانت الدستور يكفل في اي مكان، بس هم مخالفين الدستور الحلبوسي وغير الحلبوسي، خلي يعطيني موافقه باشر اني اروح امام مجلس النواب، خلي يعطيني اياها بعد ما اوصل للنواب. ممتاز. اذا الحلبوسي وشركائه يمنعوني اوصل لمجلس النواب، طبعا انا اروح للحلبوسي البيئة، أروح للحلبوسي حتى أحرار الأنبار.